back together now. What's your vision? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء. نسأل الله أن تكونوا بخير ونتمنى لكم مشاهدة طيبة. والآن مع التفاصيل. مسلسل لا تترك يدي الحلقة 13. قدير شقيق إيجا يحاول الوصول لجنك. ثلاث شخصيات جديدة تنضم إلى المسلسل ولهم ماضي وإحداث. من هي إيجا؟ وما علاقتها بجينيكا؟ ولماذا يحاول شقيقها قدير العثور على جينيكا؟ وأخيرا من يهدد ابن سومرو؟ هل هو وليد جانس الحقيقي؟ إيجا صديقة جينيكا أيام دراسته في أمريكا. كان لديها مشاكل وجينيكا الوحيد الذي ساعدها. ويبدو أنها أحبته وحملت منه. أتوقع أنها انتحرت لأن جينيكا ما رد عليها. أما قدير فهو شقيقها ويريد أن ينتقم لأخته من جينيكا لأنه يظن أن جينيكا هو السبب في موتها. الممثل كينان إيجاري ينضم المسلسل لا تترك يدي وسيقوم بدور قدير. وكينان هو أحد إبطال مسلسل مريم الذي حقق نجاحا كبيرا في تركيا. قدير درس الحقوق في الخارج إلى أنه أصبح الذراع اليمنى لأحد أباطرة المافيا الذي تبني قدير وإيجا وهم أطفال. والذي سيعود إلى تركيا بعد أن يقرأ رسالة شقيقته إلى جينك ليبدأ بحثه عنه ويحاول الانتقام منه. أما من خلال تقربه من عذراء أو شقيقة جينيكا. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. نتمنى من الله إن ينال الفيديو أعجابكم. ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. ونسأل الله أن تكونوا بخير. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.